التايم شيفتنج الحقيقه اسهل شويه في الاثبات بتاعه، لان انا لو خدت اللابلاس ترانسفورميشن ايكويشن وجاست عملت تشينج اوف فاريبلز، بدل ما كانت تي تبقى تي ناقص تاو، هلاقي على طول ان الاثبات بتاعي ده هيطلع في منتهى البساطه. ده بيسكلي بيقول لي ان اي شيفت بتاعه يعني تبقى تي ماينس تاو، هضرب الناحيه الثانيه في اي تو ذا ماينس تاو في اس. يعني لو فرضا انا عندي هنا بدل ما كان عندي اف اوف تي ناقص اف اوف تي بس، هيبقى عندي اف اوف تي ناقص واحد، يبقى معنى كده هضرب هنا في اي تو ذا ماينس اس. لا، لو اف اوف تي ناقص 3 يبقى عندي هنا اي تو ذا ماينس 3 اس، وهكذا. لو عندي اف اوف تي بلس 1 يبقى معنى كده هضرب هنا في اي تو ذا بلس اس، اوكي، في اف اوف اس، اوكي.